تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جميل إن شاء الله وإيجابي وسعيد. أهم شيء نبتدي الأحد بأفكار إيجابية، ما نروح ما نش الصبح نقول أوف أول يوم دوام وأحد أسبوع طويل، لا، نبتدي من الصبح بابتسامة ونقول إن شاء الله هالأسبوع بيكون أسبوع جميل بنجز فيه وبحقق في جزء من أهدافي وبتمتع بكل يوم في هذا الأسبوع. بما أننا نقول عن الصحة والسعادة فهذا أكيد برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية نرحب بالبطل المغوار المخرج المعاي أيمن سرحيل، صباحك ورد يا أبو نوح، ومعاي في التنسيق أميرة المري، ومعاي في الاستوديو أيضا زميلنا عبد الله جمعة يقدم معاي اليوم صحة وسعادة يوم الأحد. قالوا شي عبد الله، قال يوم الأحد يوم جميل، خلينا دكتور أنا وأنت نبتدي شي وبحماس. نعم. نسلم ونصبح على المستمعين. مرحبا دكتورة، صباح الخير للجميع. صباحك ورد يا عبد الله. طبعا ذكركم أول برقم التواصل مثل ما دائما نقول، هالبرنامج برنامجكم، برنامج مذيع يسولف ساعة اللي هو ممل صراحة، أنا عن نفسي أسكر الإذاعة، بس حالات البرنامج الإذاعي لما تتصلون وتطرشوا مسجات وتطرحون آراءكم، تطرحون مسألة طبية، استشارة طبية، موضوع طبي، إشاعة طبية سمعتوا عنها، عندكم شكر، عندكم ملاحظة، عندكم اقتراح، وأنا دائما أركز على موضوع الاقتراحات اللي نقول لكم الاقتراح هو اللي يساعدنا دائما في تطوير الخدمات، كل تطوير تشوفونه في أي منشأة خدمية بالعادة يكون اقتراح من المتعامل، لأن أنتوا تستلمون أنتوا من تصلكم الخدمة أو تصلكم البضاعة أو المنتج بشكل عام، أيا كان هذا المنتج، فأنتوا تشوفونه من وجهة نظر مختلفة عنا إحنا مقدمين الخدمة، فتواصلوا معنا إذا عندكم أي اقتراح صغير كان أو كبير. أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. اتوقع هالفتره في موضه الخبز الاسمر عبد الله، فتره شي كان موضه الخبز الاسمر، شي الناس ما تاكل ابيض كله اسمر ليش، او انه صحي اكثر وشي، احنا نشوف ردت نفس الموضه، فعشان شي فقط تغذيه تقول فرق بين الخبز الاسمر والابيض، اتشوف الناس ما شاء الله ايدها كريمه في الاسمر تبحبح يعني، تقول لك لا وان سعراته قليله صحي اكثر، فبنخلي خصائص التغذيه عفاف جمعه تقول لنا شو فرق بين الخبز الاسمر والابيض، وهل صحيح ان الخبز الاسمر ممكن ناكل النبا ناكل اكثر من الخبز الابيض ولا لا، لازم نحاسب بعد. صباح الورد استاذ عفاف. صباح الورد، هلا اختي، صباح، اهلا فيك، كل سعاده، نهارك اسعد. ها شو الخبز الاسمر، طيب ولا شرير؟ طبعا اليوم الفقره هي تتضمن الفرق بين الخبز الابيض والاسمر، كلاهما عباره عن دقيق، يعني دقيق الفرق اللي موجود بالخبز الاسمر والابيض ببساطه، ان الخبز الاسمر دقيق القمح الكامل اللي محتوي على النخالة اللي هي قشرة القمح المحتوية على الفيتامينات والمعادن والبروتين، كذلك الخبز الأبيض لكنه خالي من هاي القشرة أو النخالة اللي يحتوي عليها الخبز الأسمر. يعني الخبز الأبيض مصنوع من الدقيق المكرر الغني بالبروتينات والكربوهيدرات بس بدون النخالة اللي هي المفيدة المحتوية على المعادن والفيتامينات بنسبة أكبر، وألياف اللي نقصد فيه كمان احتوائها على نسبة الألياف العالية للجسم. ممتاز. فهل الكمية الموصى بها من الخبز الأبيض أو الأسمر تختلف؟ الكمية هي حسب، يعني نحن نرجع كأخصائيين تغذية لتقييم الحصص الغذائية خلال وجبة الفطور وجبة الغداء وجبة العشاء، تتضمن أن ننصح دائما بتناول من حصتين لثلاث حصص من النشويات، باعتبار أن حصة الفطور تختلف من شخص لآخر بناء على البنية الجسمية، بناء على الوزن، على كتلة الجسم، فنحاول أن وجبة الإفطار تكون محتوية على كمية من النشويات معقولة
بالإضافة لوجبة الغداء، بالإضافة لوجبة العشاء، يعني الاعتدال بكل شيء أختي لابد أن يكون هو المقاييس اللي تنظم الحياة الصحية. اكيد اكيد، هو دائما نقول الاعتدال هو اساس كل شيء، خبز اسمر، خبز ابيض، ايا كان لازم واحد يكون معتدل في تناوله. هل هناك فئة معينة من المرضى ننصحهم ان ياخذون اسمر بدل ابيض، او تنصحين بشكل عام ان احنا اصلا نستبدل الابيض بالاسمر؟ استاذ عفاف، ألو، ألو أستاذ عفاف، أعيدك سؤال، هل تنصحين فئة معينة من المرضى أن يستبدلون الأسمر بالأبيض، أو بشكل عام تنصحين لا أنتم بشكل عام حاولوا تدريجيا تبدلون الأبيض بالأسمر؟ هي مرضى السكري ومرضى حالات الإمساك أو اللي يبغون يحافظون على الوزن، اللي يبغون يحسنون من عملية التمثيل الغذائي، دائما نقول لهم حاولوا إنه خذ الخبز الأسمر لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف أختي، مقارنة إنه في مرضى ما يتحملون عندهم حساسية القمح. حساسية القمح موجودة بالنخالة اللي هي الخبز الأسمر، فنحن دائما لابد أن يكون أكلهم خالي من القمح والنخالة، فننصحهم بدقيق الذرة اللي هو خالي تماما من الألياف والنخالة، فيعتمد كل شخص حسب الحالة المرضية للشخص. مقارنة بالخبز الأسمر لمرضى السكر دائما ينصحونه، لأنه يحسس مريض السكري بالشبع فترة أطول، يعطي فرصة لانتظام السكر في الدم. نعم، شكرا لك استاذ عفاف جمعه، اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، هذه المداخله عن الفرق بين الخبز الاسمر والابيض. يعطيكم العافية. دكتوره، انا يعني من خلال حديث الاخت عفاف حتى كنت يعني نعطي نوع من انه مرات يعني اللي يبدا يسوي يدخل الجيم او يسجل جيم يقول انه يعني ينصحونهم انه ياخذ خبز الاسمر اكثر من الابيض، لانه يساعد على بناء العضل في اثناء فتره الرياضه. ف ويمنع اصابتهم بالامساك، لان بالعاده الناس تدرب ترى في الجيم في النوادي الرياضيه يعرقون كثيرا، نعم فتلاقي احيانا ممكن يصابون بالامساك، فيساعدهم الخبز الاسمر. نعم فننتقل الى اسماء. مستمعينا الاعزاء، ناخذ اختنا اسماء الجناحي ونشوف دردشه السوشيال ميديا مع اسماء. صباح الخير. صباحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، دكتور مرحبا ندى اسماء، وكل متابعي اذاعه نور دبي. يا صباحك وردي اسماء، شو جديد السوشيال ميديا في الويكند واليوم؟ في الويكند اليوم طبعا تعرفون ان يعني النصايح نحن دائما نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي، وكنا نتكلم عن خمس أطعمة لمكافحة مرض السرطان. الناس ما تعرف إن ممكن التوت بأنواعه وايد مفيد لمرض السرطان. غير هذا أنا كل حطينا أيضا عن الخدمات اللي تقدمها المستشفيات في هذا الخصوص. تقريبا الأسبوع اللي طاف كنا نتكلم عن أمراض السرطان بشكل عام مع الويكند، لأنه كان يصادف الأسبوع في نص الأسبوع اليوم العالمي للسرطان. أيضا نحن نحب نوجه للجمهور، وهذه النصيحة حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي هيئة الصحة، نوجه عناية الجمهور الكريم بضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، وعدم تداول الشائعات أو أي معلومات لم تصدر من الجهات الرسمية. هذا بخصوص فيروس كورونا، وايد إشاعات تطلع، وايد معلومات تطلع، إذا أنت ما أخذت المعلومة من مصدرها الرسمي والرئيس لا تعتمد، يعني أول ما تشوف أي معلومة ارجع مرة ثانية للحسابات الرسمية، حساب وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، تأكد من المعلومة اللي توصلك، لأن يعني ممكن فيديو يكون من قبل سنة واحد ناشر موقف، ممكن كانت مثل الفيديو اللي طلع للشرطة وكانت تدريبات، كان تريننج يعني صح كان مسوينه، فالإشاعات تطلع والإشاعات سرعة الانتشار، فأنت إذا وصلك شيء تشك أنه إشاعة لا تعيد نشره. بالضبط صح. فهاي مسؤولية الجميع، مو مسؤولية يعني الإشاعات، يعني شو الفائدة إذا أنا بنشرها؟ فنحن دائما نقول لهم، والنصيحة هاي حطيناها في الويكند، إذا في أي معلومات حابة تتأكد منها، ونحن فعلا في أشخاص وايد يجونا ونجاوبهم على الاستفسارات اللي يسألونها، كل الجهات يسوون نفس الشيء، ودائما الجهات ترد عليكم توجهوا للجهات وخذوا المعلومات اللي أنتم تأكدون منها. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن يعني نأكد عليها، من ضمن الأشياء اللي حطيناها
هي تعاون مثمر كان بين هيئة الصحة وجامعة نيويورك أبو ظبي لعمل دراسة مستقبل صحي للإمارات ينسجم مع أهداف الشراكة الاستراتيجية وغيرها. فكنا حاطين هذا الخبر بعض الاستفسارات تقول ليش ما تأخذون الريكورد اللي موجود في السيستم وتشتغلون عليه. طبيعة عمل الدراسة تختلف عن أنا يجمع معلومات، يعني الدراسة لازم يكون فيها وقت معين، دراسات يعني بشكل عام سواء طبية أو البحوث الثانية لازم يكون في وقت معين بداية نهاية. صح ان المستندات هاي او السيستم ترجعي لي حق الاساس، لكن لازم فحوصات في وقت معين ان كلهم يكونون ماشيين على نفس المعايير. صح. هني بسوي دراسه، فليش ما اخذنا هاي، يعني حبيت اتاكد على هالمعلومه ليش ما اخذنا من الريكورد، لان في فحوصات ثانيه يبون محتاجين يسوونها وفيها وقت بدايه ونهايه حسب كل البحوث اللي يسوونها في كل التخصصات اللي في العالم. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول رسالتنا اليوم: إن أردت النجاح فعليك أن تستفيد من الفشل، لا تستسلم عند العقبات، فكل ما كانت إرادتك أقوى كان نجاحك أقرب. غالب الناس يعني يمكن من أول فشل خلاص يعني تنتهي عندهم الدنيا، لكن يعني حتى الاختراع الإضاءة فشل وايد، قالوا 99 مرة ولا قالوا 199 مرة هي. فلاك احنا المفروض يعني نتعلم من الاشياء، ليش انا ما ضبطت معايا بغير، ليش ما ضبطت معايا بغير شويه. صحيح. ليه ما ممكن تطلع الفكره بطريقه مميزه اكثر ومبدع اكثر، بس ان انت سويت هاي التعديلات البسيطه. بالضبط. فلا توقف وعدل الخطه مالتك وكمل عليها، ودمتم بصحه وسعاده. دمتي بصحه وسعاده اختي اسماء الجناحي، شكرا لك. ومستمعينا الاعزاء بناخذ فاصل ونتواصل وياكم، بتكون معنا او بيكون معنا ان شاء الله الدكتور خالد العطوي اللي هو استشاري امراض الاطفال وحديثي الولاده في مستشفى لطيفة، بنتحدث عن القسم هذا بتفاصيله. خلكم ويانا ان شاء الله وراجعين. صحه وسعاده. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، ونرحب بكل من تواصل معنا. أحب أني أذكركم بأرقام التواصل 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. يعد قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال أحد الأقسام التخصصية التي تقدم خدماتها المتميزة وفق أفضل البروتوكولات والممارسات الطبية العالمية. للحديث عن هذا القسم الحيوي المميز يسرنا أن يكون معنا اليوم الدكتور خالد العطوي اللي هو استشاري أمراض الأطفال حديثي الولادة في مستشفى لطيفة. دكتور خالد صباح الخير. صباح الخير وصباح الفل عليكم. الله يحييك دكتور. دكتور خالد، أنا أعرف أن المستشفى لطيفة يعني مستشفى متميز وخدمات متميزة، وأيضا قسم الأطفال، لو تحدثنا شوية عن القسم هذا حديثي الولادة في مستشفى لطيفة بشكل عام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى لطيفة قسم زي ما تفضلت حضرتك متميز، مش عشان أنا بشتغل فيه بس عشان حتى الفيدباك من الأهالي بيقول كده. هو القسم عندنا هنا هو عبارة عن مكون من 62 حاضنة. عندنا الإمكانية ان احنا نستقبل الحالات الخارجة، احنا ريفيرال سنتر، بنستقبل من الإمارات الشمالية، بنستقبل الحالات الجراحية بتتم عندنا هنا هو في المستشفى وفي القسم. في عندنا النيو اكستنشن او التجديد اللي حصل في القسم، عبارة عن 16 غرفة مجهزة على أحدث المستويات، كل غرفة بتستخدم حالة واحدة بس، ودوت حسب الـ latest recommendation أو الـ التقنيات المطلوبة أو الـ العالمية الأخيرة. وفي عندنا غرفتين اللي هو الفاميلي سنتر كير اللي هي بيبقى الأم قاعدة وبتشارك في العلاج ومتابعة الطفل هي بنفسها مع الطفل في وجودها في المستشفى معنا هنا هو. نعم. عندنا أحدث أجهزة تنفس صناعي، وبنستخدم برضو بعض الحالات أجهزة تنفس صناعي سريع جدا، وبالإضافة إلى استخدام غاز النيتروس أو النيتريك أوكسيد في علاج بعض حالات ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.
ده بالنسبة للحالات. الحمد لله رب العالمين، بنعمل مانجمنت وعلاج للحالات اللي هي حتى أقل من 450 جرام. ومن سنة ونص تقريبا اتخرج من عندنا بيبي عنده 435 جرام، وبنتابعه والحمد لله أموره طيبة حتى الآن. بنعالج حالات كتيرة جدا من اليرقان، ودي اللي هي الحاجات الروتين. بس الحاجات الشديدة اللي هي حالات البريماتيوريتي أو الولادة المبكرة، وهو دوت اللي هو إيه ما يتميز به مستشفى لطيف. نعم دكتور، مثل ما تفضلت أن يعني المركز هذا ما شاء الله يعني معد بأحدث التقنيات والخدمات اللي موجودة بالنسبة للأطفال يعني الولادات المبكرة، ولكن شو الأسباب دكتور يعني اللي تخلي أن تستوي هاي الولادات المبكرة بشكل عام؟ الولادات المبكرة لها نسبة عالمية موجودة في كل العالم، بس هنا هو نتيجة أن دبي بلد منفتحة وفيها تعدد جنسيات، فالنسب بتاعت كل بلد موجودة هنا هوت، فدوت هو اللي بيزود النسبة دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، معظم الأمهات هنا هوت بيكون بيشتغلوا، ودوت برضو بيأثر على الولادات المبكرة، الشغل والتنشن بتاع الورك. ممكن المجهود ما بين الشغل والبيت وبرضه دوت بيعمل تأثير على الأم. والأهم من كده زي ما خبرتك اللي هي النسبة بتاعت البريماتيوريتي اللي هي موجودة عالميا، كل جنسية بتيجي بالنسبة بتاعتها موجودة هنا هوت، عشان كده النسبة بتبقى عالية شوية. ممتاز. دكتور، لما نقول احنا ولادة مبكرة فشو نقصد فيه؟ قبل كم شهر أو قبل كم أسبوع؟ وهل هي نسبة كبيرة ولا يعني شو النسب العالمي للولادات المبكرة؟ اوكي، الولاده المبكره في عندي نوعين، ولاده مبكره وفي الولاده الاكثر من المبكره، يعني الاكستريم بري تيرم والفيري لو بيرث ويت، اللي هي اقل من 32 اسبوع، دي ولاده مبكره نتيجه، وبتكون هنا في خطوره نتيجه نقص ماده او مكون السرفكتنت اللي هو بيكون جوه الرئه. الطفل معظم بيحتاج جهاز تنفس صناعي او ان احنا نعطي هذه الماده داخل الرئه بعد الولاده. في الولاده الاكثر من مبكره اللي هو ما قبل بقى ال 27 اسبوع، وهو دوت التكنيك الجديد واللي احنا بنطبقه في المستشفى بقى لنا فتره، اللي هو تطبيق الساعه الذهبيه. وما يعني هو المقصود بها ان احنا اول ما يتولد الطفل نحاول في اول ساعه بعد الولاده نحطه في اجواء ملائمه لما كان عليه داخل الرحم، من درجه حراره، من درجه السكر، من تظبيط غازات الدم، بحيث نوائم ما كان عليه داخل الرحم. وهي ديت هي الاحدث تقنيه، وهي اللي هي الريكومنديشن كلها على هذه التقنيه اللي هي الساعه الذهبيه بعد الولاده. ممتاز. الدكتور، شو مدى التعاون؟ ما شاء الله مستشفى اللطيفة مثل ما ذكرتوا مستشفى رائد في خدمات الأطفال حديثي الولادة، فشو مدى التعاون بينكم وبين مستشفيات القطاع الخاص في مجال الاستشارات، في مجال تحويل المرضى أو استقبال حتى المرضى الأطفال المرضى من مستشفيات أخرى؟ هو طبعا في تعاون بيننا وبين القطاع الخاص. امتى بنقدر نستقبل الحاله؟ لما بناخد ريبورت بالكامل عنها، بنعرف تفاصيل الحاله، نجهز احنا التيم بتاعنا، نجهز الغرفه بتاعتنا لاستقبال الحاله لاداء احسن نتائج ان شاء الله. نسبه الاطفال الخدج او اللي هو الولاده المبكره عالميا بتوصل في بعض السنترز الى 15%. احنا هنا هو برضو تقريبا ما بين 13 و 18% الولادات المبكره. ممتاز. اتوقع النساء اللي يسمعونا الحين اول سؤال يخطر في بالهم، كيف ممكن نمنع الولاده المبكره؟ مع انه اظن انه صعب، لكن دائما الام لما يكون عندها ولاده مبكره دائما تقلق. فممكن نتكلم دكتور عن بشكل عام ان الولادات المبكره للطفل شو فرص النجاه مالته، شو ابرز المضاعفات اللي ممكن تكون، وشو التقنيات اللي عندكم اللي تساعد الطفل عشان يتجاوز المرحله الخطره؟
طيب هنا هو حضرتك اتفضلتي بنقطتين. النقطة الأولى هي تجنب الولادة المبكرة، وهنا بنقول الأم إنها تهتم بالتغذية. إذا كانت الأم من بتدخن يبقى إحنا نبعد عن التدخين. طبعا إحنا في مجتمعنا هنا هو مفيش أو بعيدين تماما عن المشروبات الكحولية. في عندك بعد كده هو نقول لها تحاول توائم ما بين الشغل بتاعها والراحة الجسدية اللازمة ليها. متابعة الحمل ده أهم شيء، إنها تكون متابعة بتتابع الحمل باستمرار، عشان دوت برضو ممكن إن بالمتابعة الدكتور اللي بيتابع يقدر يحس إن هو الطفل دوت أو الأم هتدخل في ولادة مبكرة وممكن يأخرها ببعض العلاجات أو بعض الأدوية، أو إن هو يحولها على مستشفى متخصص زي مستشفيانا عشان نعمل أحسن نتائج. يبقى دي أول نقطة اتكلمنا فيها. نتكلم عن النقطة الثانية، إيه هي دكتور خالد؟ أتوقع إن الخط فصل. بنحاول نرجع نتواصل مع الدكتور إذا في مجال. إحنا رح نطلع ان شاء الله فاصل الحين، نريد حان وقت الفاصل ونشوف اذا الدكتور حصلنا بعد الفاصل رح نكمل معه ان شاء الله اخر مداخله واخر سؤال صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-4414 ورسالة نصية على 4006. ونرد ناخذ الدكتور خالد العطوي استشاري أمراض الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة. صباح الخير مرة أخرى دكتور خالد. صباح الفل. أنا كنت مصرة ناخذك عشان السؤال جدا جدا مهم ونتريى جوابه، فما عليك أمر. بس السؤال مرة ثانية بس أطرحها عليك، إنه شو المضاعفات للأطفال حديثي الولادة وشو التقنيات الموجودة أو الخدمات الموجودة في مستشفى لطيفة عشان تعزز من صحة حديثي الولادة؟ طيب تمام. زي ما احنا هنتكلم دلوقتي على المضاعفات، ان الولادة المبكرة بيكون الطفل مولود قبل موعده المفروض يتولد فيه. الاعضاء بتكون موجودة فيه، يعني موجود المخ والقلب والرئة والجهاز الهضمي والجهاز الكليتين، كل الاعضاء بتكون موجودة، بس الكفاءة انها تشتغل كطفل طبيعي ما بتكونش 100%. احنا فدوت بيؤدي لي الى بعض المشاكل. المشاكل هنتكلم فيها قد تحدث وقد لا تحدث. نبتدي بالجهاز العصبي اللي هو المخ. الشعيرات الدمويه بتكون دقيقه جدا، فممكن مع تغير الضغوط في الجسم يقوم يحصل فيها نزيف. النزيف في داخل الدماغ ما بنقدرش يتسيطر عليه اذا حدث. لأن لو نزيف في أي مكان أنا ممكن أدوس عليه أو أعمل له أي حاجة، بس داخل المخ ما بنقدرش نعمل فيه حاجة. فالنزيف من الدرجة الثالثة والرابعة بتكون خطيرة جدا، فإحنا ما بنحبش إن إحنا نوصل للمرحلة دي، وفي طرق إن إحنا نتجنبها وهحكي لحضرتك عليها. في عندي اللي هي النمرة 2 اللي هو الرئة، بتكون زي ما خبرتك الرئة موجودة بس نتيجة نقص مادة السرفكتان، فبتكون كفاءتها على العمل مش بالكفاءة المضبوطة، فدي بتخلي الطفل بيحتاج جهاز تنفس صناعي، وقد يطول جهاز تنفس صناعي، ومع كثرة استخدام جهاز تنفس صناعي تحدث أمراض الرئة المزمنة، أو ممكن تحدث اللي هي الريح الصدرية اللي هو الهواء يطلع بره خارج الرئة ونضطر إن احنا نشيل هذا الهواء بأنبوبة. ممكن برضو الجهاز الهضمي بيكون موجود بس كفاءته على العمل غير مكتملة، فممكن إذا طفل تأخرنا في إعطائه حليب الأم أو تعرض لمشاكل الميكروبات إن هو يحصل انتاءات هضمية، ودي بتعمل لنا مشاكل وبعض الحالات الصعبة الكتيرة إن احنا بنضطر نستأصل جزء من الأمعاء في هذه الحالات. نعم. برضو بالنسبة للكلى موجودة لكن كفاءتها برضو مش بالكفاءة المضبوطة، فبعض الأطفال ممكن يتعرضوا إلى فشل كلوي في السن الصغير. طيب إزاي إن احنا نوصل بالطفل الخديج إلى أحسن النتائج؟
اللي هو زي ما خبرت قبل كده، هو اللي هو نتيجه ايه الساعه الذهبيه الاولى، ان احنا نحاول نلائم ما هو داخل الرحم في اول ساعه بعد الولاده، نحطه على اجهزه التنفس الصناعي الغير مباشره في الاول، واذا احتاج بعد كده هو ان انا احطه الانبوبه ادخلها جوه الحنجره وادي ماده السرفكتنت عشان انشط الرئه، واهم حاجه ان احنا نشيلهم على جهاز التنفس الصناعي في اسرع وقت. ممتاز. دوت نمره واحد. نمره اثنين، احافظ على ضغط الدم، واهم حاجه ان انا بتاعه في حاله ثبات، وابعد عن اللي هي الفلكتويشن اللي هو التغير ما بين الضغط العالي والضغط الواطي، واللي هو دوت عامل مساعد ان هو بيسبب لي نزيف المخ. برضو بعد كده هو ان احنا برضو نهتم برضو اهم شيء عندنا اللي هو تغذية من حليب الام، فمجرد ما الحالة بتكون مستقرة في اليوم الاول حتى لو كان صغير، في اليوم الاول بنديه نص ملي او نص سنتي من حليب الام، ودوت بيديني جزء من المناعة، وبيديني بيخلي ينشط الامعاء انها تنمو بطريقه سليمه، وبذلك نتجنب الامراض انتقاءات الهضم. برضو المضادات الحيويه لازم نحد منها، ودوت اللي احنا بنعمله هنا هو نحاول نحد من استخدام المضادات الحيويه، واللي احنا متابعين احدث حاجه اللي هو المضاد الحيوي بنوقفه بعد 48 ساعه بعد الولادة إذا الفحوصات كلها طبيعية. ممتاز، شكرا. كل دوت بيساعد بالحصول على أحسن نتائج. نعم ممتاز، شكرا لك دكتور خالد العطوي، استشاري أمراض الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. مداخلتك اليوم بخصوص خدمات قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. تحت أمرك، شكرا. خيرك ونهاركم سعيد. نهارك أسعد. من خدمات قسم الأطفال حديثي الولادة إلى خدمات إدارة الأسنان والطباعة ثلاثية الأبعاد. طبعا تقدم إدارات خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة بتبيع العديد من الخدمات التخصصية لمختلف الفئات العمرية في المجتمع من خلال عيادات الأسنان الموزعة على مختلف المناطق في إمارة دبي. بنتكلم عن خدمات إدارة الأسنان، وبنعرج أيضا على طباعة ثلاثية الأبعاد في الأسنان. يصيرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة حمد المسمار، استشاري ومدير إدارة طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي. صباحك فل دكتورة حمدة. صباح الفل، أهلين دكتورة. أهلا فيك دكتورة حمدة. نبتدي بشكل عام، نتحدث عن خدمات إدارة الأسنان. إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة صحة دبي تقدم خدمات علاجية ووقائية لصحة الفم والأسنان من خلال 11 مركز صحي يعني تابع للرعاية الصحية الأولية وثلاث مستشفيات حكومية. يتم فيها تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، طب الأسنان العام، تنظيف الأسنان، أمراض لب الأسنان، تركيبات السنية، علاج العصب وأمراض وجراحة اللثة، جراحة الوجه والحكين، زراعة الأسنان وتقويم الأسنان الجراحي، طب أسنان الأطفال، وخدمات التثقيف الصحي للأطفال. أما بالنسبة لشق الخدمات الوقائية للمجتمع فهي متمثلة في الحملات التوعوية للمدارس والمراكز والمؤسسات الاجتماعية في إمارة دبي. أيضا تمتلك إدارة خدمات طب الأسنان من التقنيات والمعدات الطبية المتطورة في تشخيص وعلاج الأسنان، من ضمنها تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، التصوير الشعاعي الرقمي والأشعة الطبقية المقطعية للأسنان. توجد لدينا أيضا وحدات تعقيم الحديثة المتكاملة وفقا لأعلى المعايير العالمية، طبعا بالإضافة إلى مختبرات الأسنان التي تحتوي على أحدث الأجهزة الخاصة بصناعة تركيبات الأسنان. ممتاز. نعم دكتورة حمدة، أنت طبعا ما شاء الله من خلال حديثك يعني غطيتي كل المحاور اللي عندنا، ولكن أنا الحقيقة يعني عندي تجربة جميلة جدا مع يعني مركز البدع. أنا من النوع أني وايد أخاف موضوع علاج العصب، ولكن ما شاء الله تبارك الله يعني الطاقم الطبي اللي موجود هناك عندهم كفاءة يعني كبيرة جدا ومتطورة جدا في التعامل مع الحالات بشكل يعني كل حالة وبشكل خاص يعني في العلاج.
فهذا الشيء انا شهدت الحقيقه يعني، وتشكرون عليه الصراحه. دكتور حدثينا عن نعم أقول شهادة نعتد فيها. الله يبارك فيك، الله يسلمك دكتورة. أنت طبعا تفضلتي دكتورة بأن المركز ليس فقط يعني يقدم خدمة علاجية، ولكنه يعني خدمات وقائية وتعزيزية وعلاجية وتثقيفية، تأخذون يعني الإنسان اللي عندكم من كل الجهات، بحيث أنه في النهاية هو ما يكون عنده مشاكل في الأسنان، يعني سواء من بداية عمره أو حتى في الأعمار المتقدمة، وهذا شيء الصراحة جميل جدا. كلمينا دكتورة عن الحملات التوعوية اللي تنظمونها أنتو يعني بشكل مستمر في أماكن ثانية مثل ما ذكرتي. طبعا احنا على مدار العام يكون عندنا جدول لكل الحملات، سواء اللي هي في المؤسسات الحكومية طبعا يتم التواصل فيها معهم، بحيث أن نستقطب اللي هي الفئات العمرية المختلفة، منها اللي هي منها طلبة المدارس، منها اللي هي الموظفين في المؤسسات الحكومية، ومنها أيضا نعمل توعوي حملات يعني توعية أيضا في مراكز الهيئة، بحيث أن احنا نغطي أكبر شريحة من المجتمع، سواء من مراجعين هيئة الصحة أو اللي هي لما اللي هي يكون في المدارس أو في المؤسسات الحكومية، اللي هم الناس اللي هم يعني غير مرتادي هيئة الصحة، بحيث ان احنا نغطي اكبر شريحه من المجتمع بجميع الفئات العمريه. طبعا يتم فيها تقديم العديد من يعني اللي هي طريقه التفريش، اللي هي ان احنا نركز على اهميه مراجعه طبيب الاسنان الدوري، بحيث ان المشكلات اللي يتم يعني معرفتها في البدايه اللي هي الامراض يمكن اللي يتغلب عليها. في ناس كثيرين يقول لك لا انا ما اقدر، انا مثلا اللي هو يعني مثلا مشغول وهذا، ويتم اللي هي تاجيل تاجيل تاجيل، وبعد ذلك اللي هو يصلون الى مرحله للاسف يعني في ناس في مقتبل العمر، نقول من اللي في العشرينات والثلاثينات، يضطرون انهم لهم يخلعون اسنانهم لان ما راجعوا يعني بدايه اللي هي في بدايه المرض، يعني ما راجعوا دكتور الاسنان. نعم. فاحنا نحب نتحاشى هاي الاشياء على اساس الناس يعني نبقي على اسنانهم ويكونون طبعا اللي هي ابتسامتهم جميلة. صح. ممتاز. دكتورة أيضا يعني اللي يبني أنا يعني خلال الخدمات اللي أنتم تقدمونها طبعا كلها متميزة وكذا، ولكن أيضا الحملة اللي ما زلتوا أنتم أتوقع مستمرين فيها، هاي حملة يمكن بتكلمين أنت عنها كم مدتها، ولكن يعني اللي العلاقة بين صحة الفم والإنسان اللي مصاب بداء السكري، يعني أنتم تحاولون بحيث أن الإنسان المصاب بالسكري ما تستوي لمضاعفات اللثة، فتاخذونه من البدايه بالتنسيق مع طبيب السكري بانه يتم علاج اللثه من البدايه، بحيث انه مستقبلا اذا استوت لمضاعفات السكري ما تستوي لمضاعفات اللثه ايضا. هاي يعني جانب جميل جدا دكتوره حمده. طبعا احنا دائما نحاول نركز في حملاتنا التوعويه انه مهم جدا الربط ما بين صحه الفم والصحه العامه. نعم صح. فهم يعني ويكون اللي هو في نوع من الترابط بين طبيب الأسنان والطبيب العام، بحيث أن يكون جزء من عملهم أنهم يعني إحنا من الاستراتيجيتنا اللي استراتيجية صحة الفم والأسنان أن يتم فيها تدريب الكادر الطبي اللي هم الميديكال سايد، على أساس أن هم يكون هذا جزء من عملهم، إذا في يعني المريض اللي يحضر لهذه العيادات وما يكون حاضر لعيادات الأسنان، أن يتم توعيته بحيث أن يكون جزء من الكشف الدوري ماله أنه لازم يكشف عند دكتور الأسنان، بحيث أن إحنا مثل ما قلت لك أن إحنا لو في مرض ولا شيء نحاول نعالجه في بداياته. ممتاز. عشان ما دكتورة حمدة، لما نتكلم عن طباعة ثلاثية الأبعاد، الناس طبعا دائما تتخيل يعني طباعة ثلاثية الأبعاد شيء كبير وشيء يعني، نشرح لهم كيف تخدم طباعة ثلاثية الأبعاد، من تخدم، منو أي فئة من المتعاملين تخدمها طباعة ثلاثية الأبعاد، وش كثر استخدامها عندكم في قسم الأسنان؟ بس أنا أحب أوضح يعني هاي الجزئية،
احنا هي الطباعه اللي احنا بنقول اللي هي تكنولوجيا ثلاثيه الابعاد، نعم ولا احدها في طباعه، عرفت كيف؟ نعم وهذا المشروع احنا بديناه واطلقناه في عام 2017 بوجود الشيخ محمد بن راشد. هاي المنظومه هي عباره عن منظومه ثلاثيه، جزء منها يكون في العيادات وجزء منها يكون في مختبرات الاسنان. نعم فهاي المنظومه هي عباره عن الماسحه الفمويه اللي هي تكون في موجوده في عيادات الاسنان. وبعدين عندنا اللي هو عندنا جهاز الكاتكام وعندنا الطابعه ثلاثيه الابعاد. يعني هاي المنظومه تعتبر من احد اشكال التقنيات التي تستخدم الانظمه الرقميه للقياسات الفمويه والاستفاده منها في تصنيع قوالب الاسنان والتعويضات السنيه والاجهزه اللي هي العلاجيه. بمعنى ان الماسحه الفمويه لما يحضر المريض في عيادات اللي هي التركيبات عيادات تقويم الاسنان يتم اخذ اللي هو القياس بشكل اللي هي يعني مش الشكل الاعتيادي، ولكن اللي هو مثل ما نقول اللي هي الرقم، ويكون هذا طبعا على درجه عاليه من الدقه والجوده، فيتم فيها نقل تفاصيل الفم رقميا من فم المريض الى مختبر الاسنان اللي هي عن طريق اللي هي طبعا الدوائر الالكترونيه المغلقه، ويكون هذا في فتره جدا يعني بسيطه لما انا اقارنها ب يعني الطرق اللي هي الاعتياديه. طبعا مجرد اللي هي ما يتم نقلها الى طبعا اللي هو الى مختبر الاسنان يتم عندنا اللي هي تلقيها بجهاز نسميه اللي هو جهاز الكاتكام، بحيث اللي هو يتم اللي هي يتمكن اللي هي فني المختبر من التحكم والعمل في التصميمات، عرفتي؟ تصميم اللي هي مثلا اوكي هذا ابغي جهاز تقويم، هذا ابغي مثلا اللي هو جهاز اللي هي تركيبه، عرفتي كيف؟ طبعا ساهمت هاي التقنيه في سرعه التصنيع وقللت من طول وقت التصنيع، عرفتي؟ فزاد من الانتاجيه اللي هي التركيبات لاجهزه اللي هي التقويم. يعني هذا بشكل اللي هو مثل ما تقولين اللي هي ذري مختصر لهاي التقنية. نعم ممتاز. دكتور حمدة، تعطينا نبذة أخيرة عن إذا في خدمات جديدة دخلتوها في الأسنان، في عندكم أي تطوير على أي خدمة من الخدمات نعرف فيها المستمعين؟ في اللي هي خدمة تبييض الأسنان، عندنا هاي الخدمة بديناها في مركز البدء، كانت كمرحلة أولى، ولكن الحين نقدمها ايضا في مركز المسهر الصحي، بحيث ان يمكن المراجع يعني ان يراجع اللي هو المركز التابع له ويتم تحويله من طبيب الاسنان او اخصائي التنظيف الى عياده اللي هي تبييض الاسنان. طبعا هذه الخدمه تكون تكلفتها جدا يعني سعرها بسيط اللي هي في حدود 800 درهم للحاله الواحده. ممتاز. وكل حد يقدر يسوي تبييض؟ خذي لي موعد دكتور. فوق ال 18 حاضرين، فوق ال 18 سنة. فوق ال 18 سنة. إيه مهم جدا أن المريض يراجع الطبيب العام أو اللي هو أخصائي التنظيف، يتم الكشف على الحالة، لأن في بعض الحالات لازم يسوون تنظيف قبل، أو إذا عندهم مثلا تسوسات يتم اللي هي علاجها قبل عملية التبييض. ممتاز. وهل فعلا ان التبييض يزيد حساسيه الاسنان؟ هذا دائما السؤال ينساله، يخلي الاسنان يعني حساسه اكثر للشاي للاشياء البارده؟ لا مو شوفي اللي هي يعني البروسيجر نفسها تتم على مراحل، عرفتي؟ فطبعا المواد اللي تستخدم اللي هي كيميكال، ولكن اللي هي احنا نستخدمها بكميات بسيطه بشكل هي ما تاثر على حساسيه الاسنان. بعدين في انتراكشن ما بين المريض وما بين اللي هي مقدم الخدمه، بحيث انه لان في نفس السيشن يتم عملها على 3 مرات، عرفتي؟ فاذا كان المريض حس بحساسيه من بعد مثلا من اول مره عادي، يكون يمكن من ثاني مره هذا يعني يتوقفون، وبعدين يعطونهم نوع من الـ يعني يقول لهم شو البريكوشن لازم ياخذونه على اساس اللي هي يقلل عمليه الحساسيه. ممتاز. عشان شيء كان مهم انه مثلا عمليه تنظيف الاسنان قبل، اذا عنده تسوسات او اي علاجات اللي هي ننتهي منها قبل عمليه اللي هي التبييض. ممتاز. شكرا للدكتور حمد المسمار، استشاري ومدير اداره طب الاسنان بهيئه الصحه بدبي، مداخلتك اليوم بخصوص خدمات اداره الاسنان في هيئه الصحه بدبي. شكرا للدكتوره. أهلا وسهلا. شكرا دكتور.
احنا وصلنا الى ختام برنامج صحة وسعادة لليوم. شكرا لك زميلي عبد الله جمعه كنت معنا اليوم في الاستوديو. اذا يعني ينقل لكم الطاقه الايجابيه فاول يوم في الاسبوع يوم الاحد يوم جميل كذي. شكرا لك ايمن سرحيل في الاخراج. شكرا لك ميرا الملكات معي في التنسيق. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم وكنا خفاف عليكم على مدى الساعه الاذاعيه. استفدتوا من المعلومات وانا اشجعكم كلكم اذا عندكم اي سؤال طبي باشر ان شاء الله في صحه وسعاده من اول ما يفتح البرنامج يبتدي البرنامج تطرشونا الاسئله اللي عندكم وتتصلون فينا عشان ندردش معاكم وناخذ مناقشة اللي عندكم ملاحظة أو شيء. اليوم غريبة اليوم مخرج يقول عادي دكتورة سولفي في مجال حق السوالف سولفي على راحتك وانا فطرشونا ملاحظاتكم وانا رد أشدد على النقطة اللي قالتها أسمى الجناحي اللي هو عدم نقل أو عدم نشر الإشاعات غير الصحيحة. يا جماعة ترى ايا كان الموضوع ترى اي من فتره لفتره ما تطلع اشاعات ترى فيروس اكل بودره اطفال قفه دائما من فتره لفتره تطلع شيء. مره قالوا البصل مو زين مره قالوا تاكلون جرجير وناس طلع فيديوهات واشاعات وقالوا لا تسوون. فاحنا شو نبغى يا جماعه؟ نبغى نكون مجتمع واعي. ترى وايد سهل ان يوصلني فيديو كليك اسوي فورورد للجميع واقول ناس ايه ولا ومشكله اللي يسوي فورورد يا ريت بس فورورد يزيد عليه الملح يعني شوفوا هذه الناس شو استوى فيهم هذا ما نبغى هذا الشيء. ليش؟ اولا حسب ما في عقوبه يعقب عليها القانون في الامارات نشر الشائعات المغرضه اللي ليس لها اساس من الصحه رقم واحد. رقم اثنين ننشر فزع ما له داعي يعني نسوي بلبله في البلاد ما لها داعي. رقم ثلاثه شو الاستفاده من نشر اشاعه غير صحيحه؟ كثير من الناس بتقول اذا الدكتوره كيف نعرف ان اشاعه بسيطه؟ وقف الفيديو عندك اسال طبيبك استخدمه طبيب لكل مواطن. الخدمه الجميله اللي عندنا نزل تطبيق هيئه الصحه اوكي ودخلوا عليه بتشوفون طبيب لكل مواطن سجلوا فيه بعد هذا اتصلوا على 800-342 واحجزوا موعد عند الطبيب. بعدين وقت ما يجي موعدكم دشوا على التطبيق ما نتريى الدكتور يتصل لا الدكتور ما يروم يتصل انتوا تدشون على التطبيق بتلاقون محطوط موعدكم تدقون عليه على شي صورة كاميرا تفتح المحادثة تبتدون الاستشارة الطبية. استفيدوا من خدمة الطبيب لكل مواطن لمثل الاشياء وطبعا للاستشارات الاخرى تحاليل ادوية وغيرها كلها استفيدوا منها. فاسألوا الدكتور دكتور هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ إذا مو صحيح خلاص وقفوا الفيديو عندكم يا جماعة فلا تنقلون إشاعات غير صحيحة. الهدف منها إثارة الأكشن يعني إنه ترى فيه ترى مستوي ترى الناس ماتوا وترى ما نبقى إحنا هذا نبقى معلومة صحيحة. منه مصادرنا هيئة الصحة بدبي وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي فقط. أي شيء يوصل في الواتساب للأسف الإزعاج جدا تلاقي الواتساب شيء مسج طويل كل عبارة عن كلام غلط وبدأته دكتور فلاني قال إذا أنت ما تعرف هذا الدكتور فعلا ممكن نحط اسمه ترى على أي شيء ينتشر يعني ممكن يقول دكتور ندر ملا قال ترى لا تسوون لا تاكلون لا تحطون بكل بساطة وينتشر الواتساب أنت ما تعرف أنا فعلا قلت الكلام هذا أو لا. هذا كمثال أنا شفت توصل والله محلل اقتصادي قال محلل في الصحة قال أنتوا ما تعرفون هل فعلا هذا الشخص قال أو لا. فنوقف المسج عندنا ونتأكد هل المعلومة صح أو غلط. ممكن يكون سطر في المعلومة صح وعشر سطور كلها عبارة عن إشاعات وكلام فاضي لا أساس له من الصحة. إحنا الحين وصلنا نهاية البرنامج نقول لكم في نهاية البرنامج في يوم الأحد اللي حبك الأحد إلى نلتقي إن شاء الله في الغد أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.